وطلب بضرورة انتهاج السياسات أو سياسات جديدة أكثر فعالية للتعامل معها ودراستها بكافة جوانبها وتعزيز الوعي بها باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجه مستقبلنا. وكما تعلمون جميعا أن المعيار العام الأفضل للتعامل مع القضية السكانية وخاصة فيما يتصل بالعزب والنجوم. ومن معوقات هذا المحور سحب المعونات المخصصة لتنظيم برامج التدريب والتوعية أثره السلبي على تنمية القدرات البشرية وخاصة بالنسبة لمقدمي خدمات تنظيم الأسرة. أيضا توقف الفقر